فيه محبة، أيوة، حضور النساء المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. عن ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا بخورا بخور شوفوا بخور ولا بخور لما روح بخور له بخورا بخور له بخور أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا الإشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء كعر بيوتهن. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. باب حضور النساء المساجد. باب حضور النساء المساجد. سيتوش مسجد مجنيتاتشون بثملكتا. وفضل صلاتهن في بيوتهن. صلاتاتشون مو بيت مسجدو ينسو بيت مسجداتشون من هل أجر دالو كجمع ويبلت أمالة دونا يا ملكتا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي بن علي عبد الله بن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. سيتوش ودى مسجد بلليث النهل ملوكات أيك واتشو فقالوا لاتشو لليث من بدون ناس تشجراتشو نعزم يا رجاتشو سو هينورم ميقرمو لليثنو بزوم ياهون ميعاس تقدروا بس يعني عايز توقعهم ألا معناه هم قن يالله أنتن عمتشلو نليبه روت على لنا لا تمنع النساء أن يخرجنا بل الأبواب ستوتشوا لمسجد دايوت أتكل كل واتشوا مسجد دي نوت عبلو ستأيقو ناتكل كل واتشوا وبيوتهن خير لهن لأن السجن لقن لاتشوا بيتها